على الرغم من الأعداد الكبيرة لضحايا ثورة تشرين في العراق وعمليات القتل والخطف والترويع التي تمارسها الميليشيات ضد الناشطين والمتظاهرين، ما زال الموقف الدولي يتعامل مع الوضع العراقي عبر بيانات وتقارير هي أقرب للوصف منها إلى إيجاد حل يوقف شلال الدماء ويؤكد عدالة المطالب التي خرج بها الشعب العراقي وضرورة تحقيقها. في تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة بشأن تظاهرات العراق، أكدت المنظمة الدولية أن عمليات القتل العمد والخطف والاعتقال العشوائي مستمرة ضد المتظاهرين. وفي تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي، بناء على أكثر من 180 مقابلة، دعت ينامي الحكومة لتحديد الجماعات التي تستهدف المتظاهرين ومحاسبتها، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغات واتهامات ذات مصداقية بعمليات قتل عمد وخطف واعتقال عشوائي، مشيرة إلى أن ناشطين لم يعودوا يأمنون على حياتهم خارج ساحة التحرير. الموقف الأمريكي لا يختلف كثيرا عن الموقف الأممي، دعوات ومطالبات لإيقاف قتل المتظاهرين دون اتخاذ أي خطوة عملية تجاه النظام الذي أسسته واشنطن بعد احتلال العراق. الخارجية الأمريكية شددت على ضرورة أن يقرر الشعب العراقي مصيره بحرية ودون تضييق، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أوتاغوس استعداد بلادها لتحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج، لكنها أيضا لم تحدد خطوات عملية لما سمته استعداد بلادها لهذا التحشيد. حديث المسؤولين الأمريكيين عن التظاهرات يقفز على حقيقة أساسية مفادها بأن النظام الفاسد الذي يعاني العراقيون ويلاته اليوم هو صناعة أمريكية بامتياز، لذا فهي تحاول أن تتنصل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بإدانة هنا أو عقوبات شكلية هناك دون أن تتخذ موقفا جديا لإصلاح الجريمة التي ارتكبتها بحق العراق بلدا وشعبا.